دريت يا مو، كل نسوان الحارة عرفوا برجعة أبوه. دريت يا مو، لأنه كل رجال الحارة دريوا بالموضوع. أم عصام، يا أم عصام، وصلني اليوم خبر عن أبي. عم تحكي جد؟ إيه يا مو، عم بحكي جد الجد. أبي محبوس بسجن إزرع، ويوم السبت بده يحولوه على المحكمة العسكرية. ولي علامتي، ناويين يحكموا حدا. بعيد الشر يا مو، تفي من دمك. مشان هيك أنا رايح شوف أخي معتز لنشوف شو بدنا نساوي. يا مو عصام، رضاي عليك، أنت وعدني أنت ومعتز، وعد الحردين يا مو. بإذن الله يا مو، بإذن الله ما بتشوفي إلا عم يتفتل هون بأرض الديار. بخاطري. الله معك، الله يرضى عليكم، الله يوفقكم يا رب. معقول أبو عصام يرجع يتفتل بأرض الديار؟ معقول؟ معقول يرجع ينور حياتنا من جديد؟